يا اهلا باحلى شباب، وحشتوني والله يا شباب. انا بقالي قد ايه ما عملتش فيديوهات كتير جدا صح؟ وده لسبب واحد او سببين. اول حاجه ان انا كنت مكسل الصراحه ومش لاقي فكره جديده وبجيب معدات جديده، زي مثلا الميكروفون اللي بكلمكم منه، برنامج مونتاج جديد هو على التليفون، اه ما جبتش جهاز كمبيوتر بس الحمد لله تمام. اما السبب التاني بقى فعشان الشباب اللي في المدرسه واللي بيمتحنوا في ظروف صعبه دلوقتي. طب واحد يجي يقول لي انت مالك، هما بيمتحنوا وانت عامل فيديوهات؟ قريت كومنت الصراحه، واحد كاتب لي يا خساره مش هقدر اشوف فيديوهاتك لاني في امتحانات. فقلت ايه يعني، لو اصبر شويه لما الامتحانات تخلص واخواتي يتجمعوا من جديد. وتقريبا دلوقتي الامتحانات ثالثه اعدادي خلصت، تالتة ثانوي ان شاء الله اللي انا داخل السنه الجايه هتخلص. فانا يا شباب جبت لكم مفاجاه بالمناسبه السعيده دي، جبت لكم الالعاب اللي كنا بنلعبها زمان بس محدش فاكرها وقصتها ايه وازاي بدات وازاي انتهت. بس لما دورت لقيت الالعاب كتيره جدا وكلها على جهاز كمبيوتر، مفيش منها على التليفون، وانا عن نفسي كنت مدمن عليها. وهجيب لكم الالعاب اللي انا نفسي كنت بلعب فيها زمان، وانا الصراحه بلعبها لغايه دلوقتي وبختمها اكتر من 3 4 مرات. في على السريع كده خش خد جوله في القناه وانزل فوق وخش تحت، هتلاقي فيديوهات هتعجبك جدا، انا متاكد هي هتعجبك. ولو انت جديد ولسه متعرفش دي قناه ايه بالظبط، دي قناه محتوى متنوع بس الاكثريه رعب، وهتلاقي كل اللي تتخيله من رياكشن للالعاب لاس سي في للترندات الجديده. يعني هتخش القناه هتلاقي اكيد فيديو يعجبك، لان القناه بتضم كل الاذواق. اتفرج على الفيديوهات وقول لي ايه رايك، ولو انت مشترك اصلا في القناه ما تبخلش عليها بلايك. رقم واحد ميدل اوف اونر. Beaches are supposed to be flattened, right? Sounds scared, Private. No, sir. You should be. Daniel, got a light? Sure thing. Everybody down! Watch out! Get down! 500 yards! مين فينا ما لعبش اللعبه دي لما زهق؟ اللعبه دي من اكتر الالعاب اللي مبوط فيها، مش بحبها بس، وعلى فكره ختمتها اكتر من 10 مرات، كنت كل ما العبها بستمتع يوم عن التاني. احب اقول لك ان اللعبه دي اتعملت في 2002، يعني زي ما كان الكمبيوتر عامل زي التليفون دلوقتي عند الناس، واللعبة حصل فيها تطور غير طبيعي من 2002 ل 2017، والجزء دوت اتصنع في 2017 اللي انت بتشوفه قدامكوا ده، وده أول إصدار صنعته الشركة، وساعتها دي اتشهر خالص الإصدار ده، إن كانت حاجة فريدة عن نوعها، عشان كان أغلبيتها الألعاب 2D، فنزلت الشركة بـ 3D، فده قلب محطة الأنظار للألعاب كلها، وكانت اللعبة دي على الإكس بوكس وعلى الكمبيوتر بس، وزمان كانت اللعبة دي بتتحمل على الكمبيوتر من على طريق الأسطوانات، وكان اللي بيجيب اللعبة ديت كان بيبقى باشا. ان اللعبه كانت زمان يعني حاجه تانية وكان فيها مراحل كتير، وكانت اشهر من ببجي دلوقتي، وكسبت الشركه كتير جدا، والشركه انتهت باخر اصدار اللي هو في 2017 اللي انتم شايفينه قدامكم. والصراحه الشركه ابدعت في الاصدار ده، تخيل بقى في 2021 لو عمل اصدار جديد هيبقى عامل ازاي، هيغطي على كل الالعاب. بس في تلميحات ان ممكن ميدن تنضم لسوق الالعاب من تاني، بس يا باشا بقى هتنزل بالجديد واللي هو هتقلد فري فاير وبابجي بالظبط، والكلام ده مش عارف حقيقي ولا لا بس متسرب من الشركه، وهتعمل اللعبه بتضم الشخص الاول والتاني والتالت، وكمان هتعملها اونلاين، وعلى حسب التسريبات هيكون في جزء للاندرويد، يعني ممكن تلعبها على التليفون عادي. كفايه كلام عن اللعبه دي، ويلا بينا نخش على اللعبه التانيه واللي هي لعبه الفراخ، انا مسميها كده واكيد الكل مسميها كده. اللعبة ديت فيها اصدارات كتير جدا، واول اصدار اتعمل في 2003، وكانت اول لعبة من نوع 2D في 3D مع بعض. لو ركزت في كلامي هتلاقي ان الواجهة ثابتة، معنى كده ان اللعبة 2D، يعني مثلا الطيارة ديت ما بتقدرش تخرج من المكان اللي هي فيه، هو المربع ده ما بتقدرش تعديه. لو ركزت اكتر هتلاقي ان الفراخ او الطيارة بيقدروا يبانوا من اي جنب مش واجهة بس زي ما انت فاكر، يعني الفرخة من دول لو لفت تقدر تشوفها من قدام ومن ورا من كل حتة، وحتى الاكل اللي بيقع دوت لو لاحظت هتلاقيه 3D، هو لو 2D مش هيقدر يتنطط زي ما هو بيتنطط كده، لان هيبقى ليه واجهة واحدة بس. واللعبة دي كنت بحبها جدا، كنت بتحدى اصحابي مين يخلص مراحل اكتر، وكان بالنسبة
لي حاجة كبيرة جدا لما عدى مرحلة منها، وكان كل سنة بينزل إصدار جديد، مراحل مختلفة بقى وحاجات جديدة شبه سبوي بالظبط. تقدر تقول إن دي كانت سبوي زمان على أيام الناس اللي عاشت في 2013 و2014، واللي هو أنا واحد منهم، وكنت ممكن أقعد اليوم كله على اللعبة دي ومزهقش، لأن لما بتيجي عند مرحلة كبيرة وبتخسر بتبقى عايز تعديها، فبتعيد المرحلة من تاني، فعشان كده بتاخد وقت كبير جدا في اللعبة، والصراحة دي أحلى حاجة فيها. العملاق بقى يا شباب IGI. IGI من افضل الالعاب اللي لعبتها في حياتي، في الزمن لما كانت الالعاب كلها بجرافيك ضعيف، نزلت اللعبه دي وغيرت مفهوم الجرافيك خالص، وخلت شكل العاب الحرب حاجه تانية خالص. اللعبه دي بنزلت بجزء اول وجزء تاني، والجزء التالت صرحت الشركه عنه وقالت هتنزله في راس السنه دي، يعني في اخر 2021. انت متخيل معايا ده جرافيك الجزء الثاني من اللعبه، امال الجزء الثالث هيبقى عامل ازاي؟ اللعبه بتضم شويه مهمات بتعملها عشان تعدي المرحلة ديت وتروح المرحلة اللي بعدها، وكل مرحلة فيها مود بيختلف عن التاني خالص، يعني اول ما تشوف اللعبة ديت وتلعبها مش هتسيبها بجد لغاية ما تخلصها. احلى حاجة انت شايف الجرافيك والجزء التاني عامل ازاي؟ اهو ده بقى ممكن ينزل على الاجهزة 4 رام عادي، البروسيسور عادي ولا انتل ولا انفيديا. واللعبة اصلا مخصصة للاجهزة الضعيفة، وبتديك احساس ان انت داخل اللعبة بجد، وعلى فكرة التدميش فيها عالي جدا، يعني لما يخش عليك حد اكنه حقيقي بيدمجك زي ما بتدمجه بالظبط، وده بيخلي اللعبة واقعية اكتر. اخر لعبة يا شباب ازاي تخنق جارك، انا متأكد ان مواليد 2005 و2004 عارفين اللعبة دي. اللعبة دي معمولة بقى للضحك بس مش عارف زمان واحنا صغيرين كنا بنضحك عليها ازاي، وايه الاستفادة يعني انك تخنق جارك، حاجة غريبة صح؟ بس ما تنكرش ان انت وصلت لمرحلة من المراحل ما هبتش تعديها، انك ما تستهونش باللي شايفه قدامك، اللي شايفه قدامك ده حاجات سهلة جدا، عشان اول مرحلة وتاني مرحلة وتالت مرحلة لغاية خامس مرحلة واتفرج بقى على الحاجات الصعبة، هتلاقيه بيمسكك على طول. ده غير الكلب اللي بيشوفك من بعيد، لو سحبت من جنبه برضه بيصحى، يعني الصراحة أنا قبل كده تعقدت من اللعبة دي. والغريب إن الشركة بتنزل أجزاء لغاية دلوقتي، مع إن الناس نسيتها ومحدش بقى يلعبها، بس برضه بتنزل أجزاء. طيب يا شباب كده خلص الفيديو هنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو وصلت لغاية هنا تبقى أنت واخد رتبة في الجيش بتاعنا، يعني اللي يوصل للمرحلة ديت هديله رتبة ملازم في الجيش يعرف أكتر. لو حد كتب لي في الكومنتات أنا بقيت ملازم هيترقى كمان، واللي بيترقى بياخد ميزات غير العساكر التانيين. السلام عليكم.